لننقل معا مباراه ونتابع معا مباراه الكره الطائره بين فريقي النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز ومصر واسكندريه للبترول. امام حضراتكم لو انت قاعد امام شاشه قناه النادي الاهلي يبقى على ايدك اليمين فريق النادي الاهلي بزيه الاحمر المعتاد والشورت الابيض، واما فريق اسكندريه البترول على ايدك اليسار. طبعا تشكيل النادي الاهلي هنقول لحضراتكم عليه: فريق اسكندريه البترول بالزي الازرق، والليبرو طبعا بالزي المخالف او باللون الفانيلا المخالف. امام حضراتكم النادي الاهلي على ايدك اليمين في بروتوكول المعمول للمباراه هيحيي الفريقين، بيحيوا بعض وبعدين بيرجعوا تاني عشان الاعلان عن اسماء اللاعبي الفريقين اللي هينزلوا الملعب. والكابتن هاني فكري حكم هذا اللقاء هو اللي هيدير هذا اللقاء وعمل البروتوكول وخرج. وان شاء الله مباراه النادي الاهلي دي في ختام الجوله او في الجوله العاشره في نهايه الدور او نهايه الجوله الاولى للدوري الكره الطايره الممتاز الف، ودي هتكون اخر جوله وهيتم ترتيب الفرق حسب النقاط وهيتم اختيار المجموعه الاولى ثلاث فرق، المجموعه الثانيه ثلاث فرق، كل مجموعه من الاربع مجموعات اللي هقول لحضراتكم عليهم هيتم اختيار ثلاث فرق وهيتعمل مجموعتين كل مجموعه ست فرق، بحيث ان مجموعه النادي الاهلي هيلعب الاهلي مع فرق مجموعه نادي الزمالك، ومجموعه نادي الاهلي الزمالك هيلعب مع فرق مجموعه النادي الاهلي. على ايدك اليمين النادي الاهلي بزيه الاحمر والتشكيل للنادي الاهلي هقول لحضراتكم عليه: رقم واحد رقم عبد الله عبد السلام، رقم اثنين لاعب المعد احمد صلاح، رقم اربعه هو طبعا مش بادئ بيهم ولكن احنا بنقول التشكيل اللي موجود كله: حسام يوسف معد الفريق، رقم معد الفريق واقول لحضراتكم رقم 12، و عبد الرحمن سعودي رقم خمسه، 19 من فريق النادي الاهلي زياد اسامه من ناشئين تحت 17 سنه، وليبرو الفريق امام حضراتكم يوندر جارسيا اللي هو الكوبي او اللاعب المحترف الكوبي، وفي راندا روزو اللي هو الايطالي اللاعب الايطالي، وادي محمد عادل دوله رقم 10، وادي رايح على الارسال حسام يوسف رقم 12 معد الفريق، وادي ده تشكيل النادي الاهلي والارسال مع النادي الاهلي. والاهلي طبعا بعد هذه الجوله طبعا هو محتل صداره المجموعه الثالثه برصيد 27 نقطه، ويليه نادي الترسانه 21 نقطه وبتروجيت 21 نقطه بعد هزيمه اليوم نادي الترسانه، خسر امام فريق بتروجيت 3-0. يبقى النتيجه 21، يبقى الترتيب الاهلي 27 لسه بعد هذا اللقاء طبعا هنعيد الترتيب مره ثانيه. اما فريق نادي اسكندريه البترول على ايدك اليمين بيدربه رئيس جهاز كابتن ايمن امين، ومدير فني حسين عبادي، مدرب عام نبيل عبد الحي. اما فريق النادي الاهلي طبعا بيدربه الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني، وبيعاونه تامر تايجر، وبيعاونه جمعه عبد الحميد ده مخطط تقني. و ارسال للنادي اسكندريه البترول في زي الازرق زي ما قلت لحضراتكم، وادي نقطه خارج الملعب بتشاور عليها الحكم الاول كابتن تغريد خطاب، والارسال مع نادي اسكندريه البترول 3 اسكندريه البترول النادي الاهلي لا شيء. والحكم الثاني هو هاني فكري، معلش ممكن يكون ارسل من اعلى استقبال، وادي حسام يوسف وضرب سريع من محمد عادل رقم 10 وبيجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي ويتقدم النادي الاهلي 1. رقم 9 لاعب النادي الاهلي على الارسال ورا الشبكه، ارسال من اعلى استقبال اعداد من نادي اسكندريه البترول وحائط صد، محاوله من الكوبي يوندر جارسيا، وفعلا
كرة ما وصلتش للمعد، ونقطة لإسكندرية البترول، وينتقل الإرسال إلى إسكندرية البترول، والنتيجة 4 إسكندرية البترول 1 النادي الأهلي. على إرسال من إسكندرية للبترول رقم 10 كريم محبوب، إرسال من أعلى، وادي ضربة ساحقة ومحاولة من محمد عادل سريع ولكن بجد بطيئة، استقبال من حسام يوسف، إعداد جارسيا ومحاولة من رقم 6 المحترف الإيطالي، ودي مرة تانية ومحاولة ولكن في دفاع كده مش حلو من الإيطالي، والنقطة 5 للنادي الأهلي، النادي بإسكندرية البترول 1 النادي الأهلي. هو كابتن ميدو حاطط تشكيل كده اعتقد بيعمل تجربة بيه، وادي خرج الليبرو ونزل رقم 16 من النادي الاهلي محمد عبد المحسن، والنتيجة 2 الاهلي 5 اسكندرية البترول. محمد عادل دول على الارسال رقم 10 كان لاعب سموحة السابق وبيلعب النادي الاهلي سنتر بلوك، هو اعداد وضربة ساحقة ومحاولة والارسال والحط صد طالع من عبد المحسن ومن راندا زور اللي هو الايطالي المحترف الايطالي، ولكن نقطه للنادي الاهلي النقطه الثالثه، 3 الاهلي 5 اسكندريه البترول، وعادل على الارسال محمد عادل، وادي الكابتن محمد مصلح يميدو امام حضراتكم وهم، والارسال جه في الشبكه ونقطه لنادي اسكندريه البترول 6-3، والارسال مع رقم 9 من اسكندريه البترول، ضرب سريع من مركز 3، واضح كده ان محمد مصلحي ميدو هيعتمد على محمد عادل دولا رقم 10 في الضربات السريعه من مركز 3، والنتيجه 4 الاهلي اسكندريه للبترول 6، والارسال مع رقم 9 احمد عزب رقم 9 اعتقد، ارسال مع رقم 6 ارسال من النادي الاهلي بالذراع الايسر من احمد من رقم 19 في الاهلي، اقول لحضراتكم مين دلوقتي اللي هو زياد اسامه، وبيضيع الارسال زياد، والنقطه 7 لاسكندريه للبترول، والارسال ينتقل الى اسكندريه للبترول رقم 8 على الارسال. الاهلي طبعا قلنا متصدر البطوله ومتصدر المجموعه، وده اخر ماتش او الجوله العاشره في الدور الادوار التمهيديه او بنقول عليها الادوار الاولى اللي هي 4 مجموعات 6 فرق في كل مجموعه، هيتعمل ترتيب الثلاث فرق هيطلعوا يلعبوا مع هتجيب 3 فرق من كل مجموعه يبقى 12، هنقسمهم ونعمل قرعه ونعمل مجموعتين، المجموعتين دول لازم يبقى على راسها مجموعه من الاهلي ومجموعه من الزمالك، لو او لا هو قال اللي هيتلعب المجموعه الاولى هتلاعب المجموعه الثالثه، الثلاثه الاوائل هيبقوا مع الثلاثه الاوائل من المجموعه الثالثه، والمجموعه الرابعه الثلاثه الاوائل مع المجموعه الثانيه من المجموعه الثانيه الثلاثة الأوائل من هنا ومن هنا، فهنا الأهلي هيبقى معايا بتروجيت والترسانة، والزمالك معاه سموحة والسموحة والشرقية للدخان، دول اللي هم متصدرين المجموعتين، مجموعة الأهلي ومجموعة الزمالك. فواضح إن كده يبقى الزمالك وسموحة والشرقية للدخان، وهنا يبقى أهلي وترسانة وبتروجيت، دول اللي هيصعدوا، يبقى الأهلي هيلاعب بتوع الزمالك والزمالك هيلاعب بتوع الاهلي عشان تبقى في عداله، لان الاهلي لعب مع فرقته مرتين مع فرقه مرتين. 7 الاهلي 8 اسكندريه البترول، وارسال محمد عبد المحسن واستقبال من الايطالي راندز، ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل. نقطه ايه؟ اعداد خلفي وطالع بذراعه الايسر زياد اسامه، ده اللاعب الجديد اللي قلت لحضراتكم عليه اللي كان في بطولة اللي كان في نهائي 17 سنة، وكان هو الفرود أو رقم واحد
زياد أسامة وزراع أيسر بيشبهنا بأحمد صلاح طبعا زميله في الملاعب، وأيمن رشدي كان لاعب النادي الأهلي وكان زراعه الأيسر أيضا. الكرة طبعا تاتش جت في حد من لاعبي نادي اسكندرية البترول وخرجت، فتقريبا اتحسبت للنادي الأهلي وتعديل كده حكم اللقاء طبعا غيرت القرار، والتقدم الأهلي 9 والاسكندرية البترول 8. والإرسال مع النادي الأهلي محمد عبد المحسن أو محمد عادل دولة اللي على الإرسال، محمد عبد المحسن وجاب إيس ولا خارج الملعب؟ لا خارج الملعب، ونقطة التعادل لإسكندرية للبترول. إسكندرية البترول على الإرسال، رقم 3 أحمد عقل يلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد و9 بيضرب أحمد عزب. حسام يوسف على الإرسال والتقدم للنادي الأهلي 10-9. معد الفريق طبعا هو بيلعب باللعيبة طبعا البدلاء كلهم، يعني المفروض هنا عبد الله عبد السلام، المفروض أحمد صلاح في مركز 4، لا بيلعب زياد أسامة في مركز 4. وطبعا في الليبرو اللي هو الإيطالي راندازو. وادي النتيجة، تقدم النادي الأهلي بفارق نقطتين 11، النادي الأهلي 9 على اسكندرية البترول، وقدر النادي الأهلي يغير النتيجة ويتقدم. ونقطة فور باص وخطأ على النادي الأهلي، ونقطة لنادي اسكندرية البترول، النقطة 10، 10 اسكندرية 11 الأهلي. إرسال من أعلى من نادي اسكندرية البترول ودفاع عن الملعب وإعداد من رقم 10 محمد عادل دولة، وضربة ساحقة من مركز 4 من إيطالي راندازو، وضارب أهو طالع، ونقطة للنادي الأهلي. وعلى الإرسال رقم 9 أحمد عزب، إرسال من أعلى بيضرب إعداد، استقبال مرة تانية وحائط صد ومحاولة من النادي الأهلي، وضربة ساحقة من الإيطالي راندازو رقم 6، ومحاولة كده لإنهاء الهجمة مرة تانية من زياد أسامة. يا ولد يا ولد يا زياد، رقم 19 الولد ده هيبقى ليه أهو. بص طالع إعداد خلفي، حسام بيعدله وطالع وضارب من أعلى نقطة وراكب الشبكة وأعلى من حائط الصد، والنتيجة تقدم النادي الأهلي 13-10. ووقت مستقطع طلبه المدير الفني لنادي اسكندرية البترول حسين عبادي، طبعا شايف فرق بقى لصالح النادي الأهلي، وأهو كابتن محمد مصلحي أمام حضراتكم على إيدك اليمين ومعاه لعيبته. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الاسكندريه البترول المدير الفني اسكندريه البترول كابتن حسين عبادي. 9 على الارسال احمد عزب، ارسال من اعلى وبتيجي في الشبكه كده، بصعب دفاع المنافس انه يدافع على الكره وينقذ الموقف. مره تانية اسكندريه البترول بيحاول، استقبال مره تانيه النادي الاهلي، وحسام بيضرب وبيعد كده بسيطه للايطالي راندوزو وبيلعب الكوره وبيجيب النقطه 14، ويتقدم النادي الاهلي 14-10. ارسال من اعلى احمد بيلعب ارسال من اعلى، ومحاولة مرة تانية
وإعداد من محمد عادل دولا وضربة ساحقة من الإيطالي بيجيب نقطة، والنقطة 15 ويتقدم النادي الأهلي 15 10 15 10 أهو طالع أهو الإيطالي وضارب في مكان فاضي جدا، والنقطة 15. اسكندرية بتروح 10 وما زال أحمد عزب على الإرسال. إرسال من أعلى استقبال، محاولة مرة تانية والنقطة 16. هما بيدوا حاجة اسمها الوقت المستقطع الفني، احنا عارفين ان الوقت المستقطع الفني اتلغى، واحنا بصدد ان اتلغى الوقت المستقطع الفني، المباراة اتلغى، والوقت الثاني اللي هو وادي نقطة للنادي الأهلي من الإيطالي رقم 6 راندو زو، وبيجيب النقطة 17 ويتقدم النادي الأهلي 17 10 اسكندرية للبترول. إرسال من أعلى ومحاولة من اسكندرية للبترول لتعديل النتيجة. وادي النقطة 18 للنادي الأهلي أهي. الإرسال مع النادي الأهلي. وقت مستقطع تاني طلبه المدير الفني لاسكندرية البترول الكابتن حسين عبادي. اهو بيحاول مع لعيبته تعديل الاخطاء. وادي النادي الاهلي طبعا لعيبه النادي الاهلي قاعده ومبسوطه طبعا بفارق 8 نقاط لصالحهم. تعليمات اهو للكابتن زياد اسامه النجم الجديد القادم في الكره الطايره، طبعا اكيد هو هينضم للمنتخبات المنتخب الاول عشان يكون لاعب من لاعبي المنتخبات مصر. انتهى الوقت المستقطع والتقدم للنادي الاهلي 18 10 اللي كان طالبه الوقت المستقطع اللي كان طالبه كده خد نقطتين مستقطعين. مدير الفني السعودي ارسال وادي استقبال وحش ونقطة للنادي الأهلي النقطة 19 ويتقدم النادي الأهلي 19 10. الإرسال مع النادي الأهلي ونقطة لإسكندرية للبترول نقطة 11. وادي ضربة ساحقة سريعة من محمد عادل دولا وبيجيب النقطة 20 ويتقدم 20 الأهلي 20 11. أهي قلت لحضراتكم إن كابتن محمد مصطلح ميدو تقريبا مؤلف محمد عادل هذا اللقاء، انه يلعب سريع. طبعا السريع طبعا بيجيب نقط للفرق اللي بتلعب سريع. وادي محاوله وحاصات وخارج الملعب، حاصات طبعا الايدين مفتوحه، فنقطه لنادي اسكندريه البترول نقطه 12. اهو طالع، بص طالع حائط سد الذهب محمد عبد المحسن والإيطالي رقم 6 المحترف الإيطالي، وبتيجي النقطة رقم 12 لنادي اسكندرية البترول. وادي نقطة لنادي الأهلي النقطة 21 اهو طالع وضارب من خلف، والنقطة رقم 21. زيادة أسامة على الإرسال
بيلعب بذراعه الايسر وبيلعب طبعا بيلعب يعني بيلعب الارسال زي المطرقه بالظبط. ودي نقطه لنادي اسكندريه البترول النقطه 13 اهو اعداد وطالع اللاعب وضارب وجايب نقطه. ادي الجهاز الفني للنادي الاهلي اهو امام حضراتكم ومع كابتن محمد مصلح ميدو وكابتن تامر مجدي والكابتن جمعه عبد الحميد جنبهم طبعا التسجيل وحكام التسجيل المسجل والمساعد المسجل. وادي محاوله كده من محمد عبد المحسن وذراعه الايسر زياد اسامه بيحاول وبيضرب. وادي هنا الليبرو الايطالي راندو زو بيلعب وبيدافع عن الملعب اهو امام حضراتكم اهو. وادي اعداد من حسام يوسف وضربه ساحقه من محمد عبد المحسن بيجيب النقطه 22 من مركز 3 والاهلي يتقدم 22 13. وعلى الارسال رقم 6 راندو زو الايطالي استقبال اعداد هناك ضربه ساحقه من زياد يا ولد يا زياد وبيجيب النقطه 23 ويتقدم النادي الاهلي اهو طالع زياد اسامه وحائط صد فشل ان هو يصد الكوره ورايح الايطالي رقم 6 راندو زو والكوبي اللي هو الليبرو الفريق اللي هو يوندر جارسيا اللي هو لابس فانيله زرقاء امام حضراتكم في ملعب النادي الاهلي. وادي محاوله من زياد اسامه ان هو يدافع ولكن بتيجي في ايده تبقى نقطه لنادي اسكندريه البترول النقطه 14. الشوط الاول مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي واسكندريه البترول في الدوري الممتاز في ختام الادوار التمهيديه الجوله العاشره. وطبعا النادي الاهلي متصدر وهيصعد هو وفرقتين معاه هو وبترسانة وبتروجيت هيصعدوا. وصعد من المجموعه الاولى الزمالك وسموحه وايستر كومباني والمجموعه الثانيه الاتحاد وسبورتنج والطيران والمجموعه الرابعه الجيش والداخليه والقناه. وادي محاوله من النادي الاهلي وادي نقطه لفريق اسكندريه البترول النقطه 15 والنتيجه 15 اسكندريه البترول 23 النادي الاهلي امام حضراتكم اهو. وادي محاوله كده وبتيجي في حائط الصد بتبقى خارج الملعب. ارسال من اسكندريه للبترول استقبال محاوله مره ثانيه وادي ضربه ساحقه من زياد اسامه وحائط صد قوي من اسكندريه مره ثانيه بيعد حسام يوسف وبيضرب احمد عزب رقم 9 من مركز 4 وبيجيب النقطه 24 ونقطه وينتهي هذا الجيم لصالح النادي الاهلي اهو ضارب قوي وجاب نقطه. استقبال وادي اعداد ومحاوله مره ثانيه وادي حائط صد ونقطه لاسكندريه للبترول. أربعة 16 24 16 24 نقطة للنادي الأهلي وينتهي هذا الشوط 25 16 للنادي الأهلي. يبقى تقدم النادي الأهلي في الشوط الأول 25 16 و ده في الشوط الاول في مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي واسكندريه البترول في الجوله العاشره في ختام الادوار التمهيديه. والى راحه ما بين الشوطين الاول والثاني ونعود مره اخرى لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم معكم في المباراه مباراه الكره الطايره للدوري الممتاز بين فريقي النادي الاهلي ونادي اسكندريه البترول. من قناة النادي الأهلي ننقل لكم المباراة من صالة
للجزيره بالنادي الاهلي بفرع الجزيره بصاله عبد الله الفيصل، لان متابع من مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي واسكندريه البترول، وتقدم النادي الاهلي في الشوط الاول 25-16، والاهلي متصدر مجموعته وطبعا هو الاول، وكده هيبقى لو فاز ان شاء الله هيبقى 30 نقطه. امامنا الكابتن محمد مصلحي ميدو امام حضراتكم اهم، يعني بالتوفيق ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي ولكل الانشطه الرياضيه والرياضيين والالعاب الفرديه والجماعيه في النادي الاهلي بقياده الكابتن القدير الاسطوره محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وزملاء واعضاء مجلس الاداره، لتحقيق او توفير كل شيء مستحب. قاموا اخر حاجه كان النهارده توقيع عقد الرعايه الطبيه للنادي الاهلي لمجلس لفرق النادي الاهلي وفريق الكوره وكل اعضاء النادي الاهلي الرعايه الطبيه دي، اخر حاجه رعايه كان شركات رعايه للنادي الاهلي، كان في ثلاث شركات ثانيه او اخرى طبعا اكيد دي كانت راعي للنادي الاهلي، وتم التوقيع ما بين الكابتن محمود الخطيب ورؤساء الشركات في مؤتمرات صحفيه للاعلان عن الرعاه، والاهلي طبعا كبير بلعبته، كبير باعضاء مجلس ادارته، كبير باعضائه، وهيبقى على ايدك اليمين فريق اسكندريه البترول بالزي الازرق. لو انت لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي، اسكندريه البترول للكره الطايره والنادي الاهلي بالزي الاحمر المعتاد في الجوله العاشره والاخيره في الادوار التمهيديه والمؤهله للادوار الثانيه ان شاء الله. هيصعد اول ثلاث فرق في كل مجموعه، احنا عندنا اربع مجموعات كل مجموعه ست فرق يعني 24 فريق، هيصعد اول ثلاث مجموعات اول ثلاث فرق في كل مجموعه، والنقطه الاولى للنادي الاهلي. وادي حسام يوسف، هنقول تشكيل النادي الاهلي لحضراتكم اهو، استقبال نادي اسكندريه البترول، وادي محاوله من الليبرو النادي الاهلي جارسيا، ونقطه التعادل اسكندريه البترول، نقطه الكره بتيجي خارج الملعب وتبقى نقطه على ايدك الشمال النادي الاهلي بزيه الاحمر، زياد اسامه رقم 19، محمد عادل دوله رقم 10، اللاعب الاجنبي المحترف ليبرو الفريق الكوبي يوندر جارسيا، وطبعا موجود رقم 12 حسام يوسف معد الفريق، ورقم 9 ورقم 6 الايطالي راندو زو. وادي محاوله من زياد اسامه لدفاع عن الملعب بالكره، ونقطه كده من رقم 6 من اسكندريه للبترول من علي احمد، وبيجيب النقطه الثانيه لاسكندريه للبترول. ادي في الاعاده هي واضحه، عدت من حائط الصد وما حاولش حسام، وصل متاخر للكوره حسام يوسف معد النادي الاهلي الثاني، وطبعا في عبد الله عبد السلام معد رقم 1، وارسال من اعلى استقبال، وادي محاوله من محمد عادل وحسام يوسف بيلعبها بدماغه كده وعدت، وادي محاوله من اسكندريه بترول بيعدي الناحيه الثانيه من خارج منطقه العبور ويحاول يدافع، وادي النقطه الثانيه ونقطه التعادل للنادي الاهلي، 2 الاهلي 2 اسكندريه للبترول. اهو ادي طالع، ارسال النادي الاهلي على الارسال احمد عزب يلعب ارسال بيجي في الشبكه، والارسال اتنقل الى اسكندريه، والتقدم اسكندريه البترول 3 الاهلي 2، ارسال من اعلى استقبال خارج الملعب خارج الملعب، ونقطه التعادل للنادي الاهلي 3-3. وقلنا لحضراتكم ان المجموعات هيصعد منها ثلاث فرق كل مجموعه، يعني مجموعه الاهلي هيصعد منها الاهلي والترسانه وبتروجيت. خلص الماتش اللي كان موجود في المجموعه دي، بتروجيت فاز على الترسانه 3-0 وبقى 21 نقطه زيه زي الترسانه. هيصعد الاهلي والترسانه وبتروجيت، وهيصعد من المجموعه الرابعه مجموعه الجيش والداخليه والقناه، دول هيصعدوا للدور الثاني او الادوار
النهائيه بقى، والزمالك وسموحه وايستر كمباني في المجموعه الاولى، والمجموعه الثانيه الاتحاد وسبورت وطيران. ودي محاوله من لعيب الاهلي لانقاذ الكره اهو، وجري عليها خارج الملعب، ولكن هي جت خارج الملعب، واهو نقطه للنادي اسكندريه للبترول، 4 اسكندريه للبترول، 3 النادي الاهلي. والارسال مع نادي اسكندريه للبترول. ارسال ومحاوله مره ثانيه، اعداد خلفي من حسام يوسف، وزياد بيلعبها كده بليسنج، زياد اسامه بيلعبها بليسنج ويعديها وبيجيب نقطه التعادل. واضح ان الكابتن مصلحي، كابتن محمد مصلحي ميدو، عاوز طبعا يجرب اللعيبه. طبعا هو عبد الله عبد السلام بره، احمد صلاح بره، الوحيد اللي تقريبا تعبان هو احمد قطب. وانا الشوقي خارج التشكيل، ومحمد جمال عصران في الخدمه العسكريه. خمسه الاهلي، 4 اسكندريه البترول. والارسال مع النادي الاهلي، زياد اسامه النجم الجديد في الكره الطايره، ونقطه للنادي الاهلي جت في الشبكه ونزلت ملعب اسكندريه البترول، ما كانش حد متوقعها. ورايح اهو زياد اسامه تاني كلاكيت تاني مره، يلا يا نجم. ارسال من اعلى طبعا بالذراع الايسر، ومع لا ده ضايع بقى، ده ضايع يا زياد. والنقطه الخامسه لنادي اسكندريه البترول. ارسال اسكندريه للبترول، ارسال من اعلى اهو خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي النقطه السابعه. وطبعا في ماتشات تانيه بتتلعب في نفس التوقيت دلوقتي، طبعا اقول لحضراتكم عليها. المجموعه الاولى ارسال ضايع، ايه الحكايه؟ ايه الحكايه يا باشا؟ ايه الحكايه يا كباتن؟ 7 ارسال ضايع تاني من النادي الاهلي، وارسال مع اسكندريه البترول، و6 اسكندريه البترول، 7 النادي الاهلي. نفس في بيقام ماتشات تانيه، المجموعه الاولى الاعلاميين وايستر كمباني وخير 3-0 لايستر كمباني، وسموحه ودلفي والزمالك والمنيا. المجموعه الثانيه الصيد والزهور، سبورتنج والطيران، الاتحاد و6 اكتوبر. المجموعه الثالثه طبعا مباراه الاهلي واسكندريه البترول، بتروجيت وترسانه، بنها ومصر البترول. المجموعه الرابعه جزيره الورد والشمس، هليوبلس والقناه والجيش والداخليه. ارسال مع محمد عبد المحسن رقم 16، بيلعب ارسال قوي من اعلى، واعداد وحائط صد، ونقطه للنادي، هي خارج الملعب اهي، هي ما جاتش في ايد حد، هي جت في الشبكه وخرجت، في اعتراض من لعيب الاهلي. اسكندريه البترول على الارسال، اعتقد ان الكره دي يعني كانت جايه مفروض للنادي الاهلي. وادي حائط صد خارج الملعب، والنقطه التاسعه للنادي الاهلي. ارسال من اعلى حسام يوسف، ارسال قوي واستقبال قوي واعداد خلفي وضربه ساحقه كده، ومره تانية النادي الاهلي، وزياد اسامه بيلعب الكره كده رقم 6 من النادي الاهلي المحترف الايطالي. ودي نقطه للنادي الاهلي النقطه رقم 10. 10 الاهلي، 7 اسكندريه البترول، اهو جايه من حائط صد من محمد عادل دولة وزياد أسامة مركز 3. حسام يوسف على الإرسال، كلاكيت تاني ماريا حسام، ربنا ما أنا عارف
معد الفريق الثاني بعد عبد الله عبد السلام. حسام بيلعب بذراعه الايمن وارسال مع الوزن، ارسال من اعلى مع الوزن، وادي ضربه ساحقه من رقم 10 من اسكندريه للبترول. كريم محبوب بيجيب النقطه رقم 8. ادي النتيجه امام حضراتكم، 10 للاهلي 8 اسكندريه للبترول، والشوط الاولاني 25-16 خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي النقطه 11. الاهلي يتقدم 11 على ارسال احمد عزب. ارسال من اعلى، استقبال ووادي مره ثانيه النادي الاهلي، وسريع محمد عادل ومحاوله كده، ولكن في خطا على زياد اسامه وطالع ولعب الكوره بضعيفه فجت في ايد لاعب من نادي اسكندريه بترول ونزلت ملعب النادي الاهلي، وكده تبقى نقطه للنادي اسكندريه لبترول. وقت مستقطع عايز يطلبه الكابتن حسين عبادي، ولكن لسه الحكم الاول ما سافرش. اجين بول، هيعمل اجين بول. الحكم بتقول اجين بول. ارسال من اعلى، ودي محاولة مرة تانية، ومحاولة، وادي نقطة للنادي الأهلي، نقطة للنادي الأهلي أهي، نقطة 12، ويتقدم النادي الأهلي 12-9. وادي محمد عبد المحسن بينزل مكان الليبرو اللي هو الكوبي راندا زو. ودي ارسال من اعلى ومحاوله مره ثانيه وارسال قوي من محمد عادل دولا، بيجيب النقطه 13 الاهلي 9 اسكندريه للبترول. في وقت مستقطع كده تقريبا طلبه المدير الفني لاسكندريه للبترول الكابتن حسين عبادي. انتهى الوقت المستقطع لطلبه كابتن حسين عبادي المدرب او المدير الفني لفريق اسكندريه للبترول، والارسال مع محمد عادل دوله. ارسال من اعلى، استقبال، محاوله مره ثانيه، وادي النادي الاهلي وضارب زياد اسامه، ولكن حاط الصد، رد الكره في ملعب النادي الاهلي، والتلت الاخير بتاع النادي الاهلي من الخلف اهو فاضي. بص، والكوره راحت في التلت الاخير من الملعب النادي الاهلي، والنقطه العاشره للنادي الاهلي من نادي اسكندريه البترول. ارسال من اعلى بيجي في الشبكه، ونقطه للنادي الاهلي 14 الاهلي 10. ادي الكابتن حسين عبادي يعني كان يعني بيستغرب الارسال ضاع ازاي يعني. ارسال من اعلى رقم 19 زياد اسامه، استقبال ومحاوله مره ثانيه، دفاع وحش من اسكندريه للبترول، والنقطه رقم 15. 15 الاهلي 10 نادي اسكندريه للبترول. زياد اسامه 19 على الارسال اهو، زياد بيلعب الكوره خارج الملعب يا زياد، جت قويه قوي. نقطه 11 اسكندريه للبترول.
تحس ان رتم المباراه هادي شويه. ارسال من اعلى، استقبال الكوبي كوندر جارسيا، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 16 اهي، عاده للنقطه اهي. استقبال وضربه ساحقه من الايطالي راندوزو، راندازو بيجيب النقطه 16، 16 الاهلي 11 لاسكندريه للبترول. والارسال مع راندازو رقم 6 اهو امام حضراتكم. استقبال من اعلى، اعداد من اسفل، وضربه ساحقه خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 17 للنادي الاهلي. وما زال راندازو على الارسال رقم 6 المحترف الايطالي في صفوف النادي الاهلي. على الارسال اهو هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي وتكتيكي، وادي محاوله من اسكندريه البترول ولكن خارج الملعب، وجت تاتش بلوك، ونقطه لنادي اسكندريه للبترول. 12 اسكندريه البترول، 17 النادي الاهلي. والشوط الثاني اللي لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي واسكندريه البترول في الدوري الممتاز في الجوله العاشره في ختام الادوار التمهيديه. والاهلي ان شاء الله كده متصدر المجموعه وهيصعد هو وفريقين معاه، هو وبتروجيت وترسان. وادي الارسال ضيع من اسكندريه البترول، والنقطه 18. لجنه المسابقات باتحاد الكره الطايره بتعمل حاجه جميله برئاسه الكابتن عصام انور، هتعمل كده دورات للمراحل السنيه الصغيره 15 ل 16 و 17 دورات، او زي دورات مجمعه لفرق ابلي وبحري ومدن القلاه عشان تفرز بعض العناصر الجيده للمنتخبات، لان في منتخب جديد هيتعمل لسن 15 سنه وهيتعمل ليه بطوله افريقيا وبطوله عالم. فطبعا اتحاد الكره الطايره بيسبق الاحداث وبيعمل باعداد قوي ويكون فرقه تحت 15 سنه. كل التوفيق والامنيات لاتحاد الكره الطايره اللي طبعا كان في جمعيه عموميه ناجحه اتعملت من يومين برئاسه المهندس ياسر الدين رئيس الاتحاد، المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد. وطبعا النقطه رقم 19، ووقت مستقطع طلبه المدير الفني لاسكندريه بترول حسين عبادي 19-12، 19 الاهلي 12 اسكندريه للبترول. كابتن ميدو واخد كده الليبرو رقم 11 اللي هو محمد رمضان اعتقد، وبيتكلم معاه. او لا، الليبرو بتاعنا اللي هو ليبرو الليبرو الكوبي رقم 11 يوندر جارسيا اللي هو اللاعب المحترف الكوبي، وبيتكلم معاه يعني عشان يدافع عن الملعب لما تيجي كوره يبقى يمين شمال بيديله تعليمات اهو. رقم 11 يوندر جارسيا اللي هو المحترف الكوبي ليبرو النادي الاهلي. ارسال مع النادي الاهلي مع محمد عبد المحسن رقم 16. ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله مره ثانيه، وادي نقطه من النادي الاهلي، والنقطه 20، 20 الاهلي 12 اسكندريه للبترول. ضربه ولا احسن ولا اروع، 100 100 يا احمد عزب يا شرباجي. نقطه من مركز اربعه وطالع وضارب محمد عبد المحسن على ارسال مره ثانيه، محمد عبد المحسن بيلعب ارسال كده تكتيكي، اعداد ومحاوله من صد جماعه من النادي الاهلي، ولكن بتنزل في ملعب النادي الاهلي، ونقطه لنادي اسكندريه البترول النقطه 14. حائط صد اهو طالع ثلاثه، والكره بتنزل في ملعب النادي الاهلي. ارسال من اسكندريه للبترول، في حوار كده ثنائي ما بين الحكم الثاني هاني كابتن هاني فكري
والمدير الفني حسين عبادي. استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام، ضرب ساحق من زياد اسامه. يا ولد يا زياد يا نجم، نجم الجديد، نقطة 21 الاهلي اسكندريه للبترول. نقطة للنادي الاهلي، النقطة 22. الاهلي 22-13 اسكندرية للبترول. وعلى الارسال حسام يوسف، مازال خارج الملعب، والنقطة 14 لنادي اسكندرية للبترول. ارسال استقبال من الكوبي يوندر جارسيا، وهذه محاولة مرة تانية، وهو بيتعاصموا على بعض في اسكندرية للبترول. ونقطة للأهلي 24-23 الأهلي 14، أهي النقطة أهي أهي تعاصموا، يبقى النقطة 24 الأهلي 14 اسكندرية للبترول. وأعتقد إن الشوط الثاني نقطة وينتهي. خارج الملعب نقطة 15 للنادي اسكندرية للبترول. في تغيير لاسكندرية للبترول كده، 14 داخل مكان 9، 14 اللي هو عامر ابو ضيف، و9 اللي هو سامي السيد. على الارسال عامر ابو ضيف هيلعب الارسال. ارسال من اعلى، استقبال حول مرة تانية، وضربة ساحقة كده من سريع من رقم 13 في الاهلي اهو اللي لسه نازل ده، اعتقد ده ارسال من اعلى. وهذه محاولة مرة ثانية من اسكندرية البترول، دفاع عن الملعب، وهذه ضربة ساحقة ثاني من الإيطالي، ولكن في كده نقطة، دي النقطة 24 اهي، قلت لحضراتكم 24 الأهلي 16 اسكندرية للبترول. وادي حائط صد كده، وادي إرسال مع اسكندرية للبترول. ارسال ومحاولة من لعيبة النادي الاهلي، ولكن نقطة، النقطة 17. وهي امام حضراتكم في الاعادة واضحة خالص. ارسال من اعلى، والاستقبال النادي الاهلي، اعداد هناك كده في مركز، وزياد اسامة بيشوط، ولكن في استقبال من اسكندرية البترول مرة تانية خارج الملعب، والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط الثاني 25-17 لصالح النادي الأهلي، والأهلي متقدم في الأشواط 2 لا شيء، 25-16 25-17، وإلى راحة بين الشوطين الثاني والثالث مع حضراتكم، وعودة مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معنا الشوط الثالث من
من الكرة مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي اسكندرية للبترول في الدوري أو ختام الدور التمهيدي للكرة الطايرة في الجولة العاشرة لممتاز ألف رجال. وهيبقى على ايدك اليمين النادي الاهلي لو انت قاعد قدام شاشه قناه النادي الاهلي بالزي الاحمر ونادي اسكندريه البترول على ايدك اليسار بالزي الازرق. وهي الاوادي تشكيل النادي الاهلي دفع كابتن محمد مصلح ميدو مدير الفن النادي الاهلي ومعاونه تامر مجدي ومعاه محمود جمعه مدرب ودكتور سامح ظلام اصابات ملاعب واحمد سعيد والحسن عبد المجيد مخطط احمال والدكتور ايهاب فخر الدين طبيب. كل دول طبعا تشكيل النادي او الجهاز الفني النادي الاهلي. ادي تعليمات الكابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفرقه بيدي تعليماته لزمايله الناشئين رقم 9 عبد الله ابراهيم ورقم 13 ورقم 9 محمد عصران من محمد جمال عصران ومعاهم رقم 22 اللي هو احمد عزب الشرباجي ابن الكابتن عزب الشرباجي المدير الفني لنادي الداخليه والمدير الفني لمنتخب او لفريق 19 سنه بيانات السابق بالنادي الاهلي. عبد الله عبد السلام على ايدك اليمين هيلعب الارسال رقم 2 والاهلي متقدم في الشوطين الاول والثاني 25 16 25 17 وادي ارسال وضيع يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا اخويا سماح. والارسال والنقطه الاولى لنادي اسكندريه البترول والارسال بيجي في الشبكه وينتقل ارسال الى اسكندريه للبترول ويحكم هذا اللقاء كابتن نجلاء طلعت ويعاونها كابتن هاني فكري الحكم الثاني حكمنا الدولي هاني فكري. وادي نقطه للنادي الاهلي ارسال محدش احسن من حد ارسال خارج الملعب من اسكندريه للبترول والتعادل 1-1. بيدفع الكابتن محمد مصلح ميدو ببعض اللاعبين الشباب منهم احمد عزب الشرباجي ومنهم محمد عصران وعبد الله ابراهيم وكلهم لعيبه طبعا عايز يجهز احتياطي للفريق الاول عشان طبعا يكون موجود تحسبا للاصابات وعدم اللعب. الارسال مع اسكندريه البترول والتقدم 2 اسكندريه البترول 1 النادي الاهلي. ارسال من اعلى رقم 10 من اسكندريه البترول كريم محبوب ودي اعداد وضرب سريع من مركز 3 من رقم 13 عبد الله ابراهيم. اهو لاعب الكوره من مركز 3 وبيجيب نقطه التعادل والارسال مع النادي الاهلي رايح عبد الله ابراهيم رقم 13 اهو لاعب ارسال خارج الملعب. واضح ان الجيم ده يبقى ارسالات الجيم الارسالات الضايعه 3 اسكندريه البترول الاهلي 2 والمباراة منقولة من صالة شيخ الأمير عبد الله الفيصل بفرع الأهلي بالجزيرة أو الفرع الرئيسي بالنادي الأهلي. ودي نقطة ومحاولة من لاعبي النادي الأهلي الوصول إلى التعادل ونقطة التعادل 3 الأهلي 3 اسكندرية البترول. وقلنا مباراة وهذا اللقاء ملعوب في مجموعة الثالثة الاهلي واسكندريه البترول واخر مباراه او في اخر جوله الجوله العاشره في الادوار التمهيديه المؤهله للادوار النهائيه. وكده الاهلي متاهل بطبيعه حاله لانه مصدر المجموعه. هيبقى كده لو فاز هذا اللقاء هيبقى 30 نقطه والترسانه وبتروجيت ترسانه 21 وبتروجيت 21 فاز على ترسانه 3-0. وادي دول ثلاث فرق هيصعدوا ومن المجموعه الرابعه هيصعد الجيش والداخليه والقناه. ولكن هو في مباراه النهارده ما بين في المجموعه الرابعه اللي ما بين هليوبلس والقناه ممكن هليوبلس يفوز هو 13 نقطه يبقى 16 نقطه يبقى هتبقى العمليه لها حسبه ثانيه اللي هي حساب النقاط داخل الاشواط. ويتقدم النادي الاهلي 5-3 اسكندريه للبترول. وزياد اسامه على الارسال زياد اللاعب الجديد الواعد المخضرم اللي هيبقى ان شاء الله نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ونجم افريقيا باذن الله. زياد اسامه بيلعب بالذراع الايسر الارسال وادي قدام حضراتكم النتيجه تقدم النادي الاهلي 6 واسكندريه البترول 3 دبل سكور. وزياد على الارسال يلا يا زياد. طبعا زياد بيلعب في مركز 4 مكان احمد صلاح وبيلعب بذراعه الايسر يعني وادي
اثني النادي الاهلي والنقطه رقم سبعه، سبعه الاهلي، ثلاثه اسكندريه البترول. طبعا هو موجود عبد الله عبد السلام واحمد صلاح من اقدم اللعيبه موجوده، ودول من اقدم اللعيبه اللي موجودين في ارض الملعب، ولكن احمد صلاح ما لعبش ولا لعب عبد الله عبد السلام. وادي زياده على الارسال مره ثانيه، واعداد خلفي اسكندريه للبترول، ونقطه نقطه نقطه النقطه الرابعه. قلنا لحضراتكم في ماتشات النهارده 12 ماتش، المجموعه الاولى الاعلاميين ايستر كامباني خلصت 3-0 للايستر كامباني، وسموحه ودلفي لسه بتتلعب، والزمالك والمنيا. المجموعه الثانيه الصيد والزهور، سبورتنج والطيران، الماتش الثالث الاتحاد و6 اكتوبر. المجموعه الثالثه المباراه اللي قدام حضراتكم، الاهلي واسكندريه للبترول. الاهلي متقدم شوطين ومتقدم في الشوط الثالث 8-4 دبل سكور، وبتروجيت وترسانه خلصت لمصلحه الترسانه، خلصت لمصلحه بتروجيت 3-0، وبنها ومصر البترول لسه بتتلعب. اما المجموعه الرابعه جزيره الورد والشمس، هليوبلس والقناه والجيش والداخليه، ودي فيها ماتشات مهمه وحساسه النهارده لتحديد الثلاث فرق. هو كده الاول والثاني متحدد، ولكن لسه ناقص الـ الـ او الاول خلاص، لسه الثاني والثالث لما تشوف هيحصل ايه. وادي محاوله من نادي اسكندريه البترول، وهتصد كده مش حلو من محمد عبد المحسن وعبد الله عبد السلام. عبد الله بيخبط بيقول له انا السبب، انا ما تزعلش يا محمد، عشان كان النقطه ضايعه. وخمسه اسكندريه البترول، ثمانيه النادي الاهلي. طبعا بطبيعه الحال محمد مصلح ميدو مدير الفني بيحاول يدرب او يجرب لعيبته كلها اللي موجوده في السكور واللي مسجلها، يعني دفع بلعيبه جديده، عبد الله ابراهيم رقم 13، ودفع بمحمد عصران اهو امام حضراتكم بيفكر وبيشوف هل ان هو دفع باللعيبه ده، يعني الدفع دون هيدي خبره وهيدي احساس للعيبه اللي هي موجوده الصغيره اللي تحت السن. وزياد اسامه طبعا تحت السن راخر. وادي محاوله من نادي اسكندريه البترول، ولكن بيضيع ارسال، والنقطه التاسعه للنادي الاهلي. الاهلي تسعه، ادي هم، ادي من ضمن اللعيبه اللي بقول لحضراتكم عليهم، رقم 13 من النادي الاهلي عبد الله ابراهيم رقم 13. وادي ارسال من اعلى استقبال اسكندريه، وتسعه الاهلي سته اسكندريه البترول، وحائط صد ولكن خطا نقطه. احمد عزب وعبد الله ابراهيم، احمد عزب الشرباجي رقم 22، محمد عصران رقم 9، لاعب ممتاز جدا واجاد في الشوطين الاول والثاني وجاب نقاط كثيره وله مستقبل، هو وزياد واحمد عزب الشرباجي وعبد الله ابراهيم، ودول اربع شباب دفع بيهم الكابتن محمد مصلحي ميدو. وادي النقطة للنادي الأهلي 10-7، وادي الإرسال مع عبد الله عبد السلام الفتى الأسمر الذهبي، هيلعب إرسال من أعلى كابتن فريق النادي الأهلي. وادي محاولة مرة تانية وإعداد من اسكندرية البترول، وطلع اللاعب رقم 10 ما قدرش يضرب أو التوقيت كان غير مناسب، ونقطة للنادي الأهلي النقطة 11. عبد الله عبد السلام بيلعب ارسال استقبال اعداد مره ثانيه من، والمحاوله عبد الله هو بيعد للشباب الصاعد الواعد اللي بيطلع، عبد الله، عبد الله ابراهيم رقم 13، وبيجيب النقطه رقم 12. في كده وقت مستقطع طلبه المدير الفني لنادي اسكندريه للبترول حسين عبادي، اهو امام حضراتكم، اهو عبد الله عبد السلام بيوجه الشباب بقى الواعد، عبد الله، عبد الله ابراهيم، وبيوجه محمد عصران، وبيوجه احمد عزب الشرباجي، وادي الكابتن حسين عبادي المدير الفني لاسكندريه البترول، وهو اللي طلب وقت مستقطع وانتهى الوقت المستقطع. لعيبه الاهلي نزلت ارض الملعب اهو، وعبد الله على الارسال، وطبعا منزل لاعب ليبرو تاني طبعا غير المحترف الكوبي اللي قلنا عليه اللي هو رقم 6 اللي هو يندر جارسيا. وطبعا هو عبد الله اهو على الارسال،
كابتن الفريق اهو علامه الكابتن تحت الرقم بتاعه رقم 2. ارسال من اعلى خارج الملعب يا عبد الله قوي قوي. بص رايح مسك الشبكه وزقها كده يعني بيتحصل على النقطه اللي ضايعه. ارسال مع اسكندريه البترول 8 اسكندريه البترول 12 النادي الاهلي. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي ليبرو الفريق رقم 20 ابراهيم راسلان بيلعب ونقطه لنادي اسكندريه البترول. اسكندريه البترول على الارسال فارق 3 نقاط للنادي الاهلي 3 الاهلي 12 اسكندريه البترول 9. ارسال من اعلى وجه في الشبكه ونقطه ضايعه من اسكندريه البترول و13 الاهلي 9 اسكندريه للبترول. عايز هو طبعا يديهم خبره للعيبه النادي الاهلي الشباب الاربعه الشباب اللي في ارض الملعب زياد اسامه احمد عزب الشرباجي عبد الله ابراهيم محمد عصره. احمد عزب الشرباجي بيلعب ارسال من اعلى قوي خارج الملعب يا احمد هد اللعب شويه هدي اللعب يا احمد يا عزب. طبعا والده الكابتن عزب الشرباجي هو بيلعب ماتش مهم هو مدير فني نادي الداخليه دلوقتي وبيلعب ماتش مهم النهارده الداخليه مع الجيش وطبعا عايز يفوز عشان يبقى ترتيبه الثاني في المجموعه. محاوله من محمد عصران ونقطه للنادي الاهلي النقطه 14 14 الاهلي. الشوط الثالث كره الطايره بين فريقي الاهلي واسكندريه البترول في الدوري الممتاز الف في الجوله العاشره وختام الادوار التمهيديه والمؤهله لادوار النهائيه. وطبعا الاهلي كده متاهل بترتيبه بانه متصدر المجموعه الاولى المجموعه الثالثه برصيد 27 نقطه ويفوز بهذا اللقاء وهيبقى 30 نقطه. وضربه سريعه من محمد عادل دوله معدوده كده من الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام كابتن الفريق واحسن معد في افريقيا وبيجيب نقطه النقطه 15 وارسال ضايع من ناشئي او شباب الاهلي الجديد الواعد الصاعد اللي قلنا عليهم الاربعه واحد منهم ضايع ارسال. ما فيش مشكله هو بيتدرب وبيتعلم ولازم يتعلم في ماتشات رسميه. 11 اسكندريه البترول 15 النادي الاهلي ودي محاوله بالذراع الايسر من زياد اسامه يا ولد يا زياد وبيجيب النقطه 16. دايما او صافره المسجل لازم يضربها في وقت المستقطع الفني للمباراه اللي هو النقطه 8 والنقطه 16 عشان يبقى عارف او يدي ايحاء للعيبه ان هم كانوا طبعا تم الغائها الوقت المستقطع الفني للمباراه اللي هو عند النقطه 8 وعند النقطه 16. ارسال ضايع من زياد اسامه زياد ضيع واحمد عزب ضيع فلازم يتعودوا ان يلعب الارسال لما يكون مزنوق يلعبه سهل وايزي عشان يكون ياخد منه نقطه. تغيير لنادي اسكندريه للبترول لع اثنين لعيبه 2 و6 داخلين خارج مكانهم 18 ولاعب ثاني امام حضراتكم اهو بيدفع بلعبته هو راخر رقم 2 على الارسال من اسكندريه للبترول. على فكرة بيتلعب في قبل هذه اللقاءات بيتلعب حاجة اسمها المرتبط. المرتبط تحت 15 سنة كل فرقة من الفرق بتلعب من 12 مباراة في المرتبط برضه في نفس قبل الماتشات دي على طول وترتيب الفرق في المرتبط هقول لحضراتكم عليها. ادي المجموعة الثالثة اللي فيها الأهلي الأهلي المرتبط هو الأول وبتروجيت الثاني ومصر البترول الثالث 27 الاهلي بتروجيت 19 نقطة مصر بترول 16 وترسانة الرابع 13 نقطة وبنها الخامس 5 نقط واسكندرية البترول الاخير بدون نقطة ليه اسكندرية البترول 13 اسكندرية البترول 17 النادي الاهلي. والارسال مع نادي اسكندرية البترول بنقول المجموعة الرابعة اللي فيها الجيش والداخلية والقناة المرتبط هليوبلس الاول ب 26 نقطة الشمس الثاني 22 نقطة اجنو وضربة ساحقة من احمد عزب الشرباجي من مركز 4 وطالع وراكب الكورة يا احمد يا عزب برافو يا ابو حميد
النقطة رقم 18 للنادي الأهلي، أهو معدودة ولا أروع ولا أحسن، وبالمقاس من عبد الله عبد السلام بيضرب أحمد عزب الشرباجي ابن كابتن عزب الشرباجي مدير فني الداخلية. ومحاولة مرة تانية من اسكندرية للبترول أهو، ولكن بيجيبها أحمد عزب أهو لسه بنقول، وبيطلع من مركز ثلاثة وبيجيب، بص يعني بيعيدها تاني، بيذكر نفسه ان هو لعبها سريعه عشان تيجي منها النقطه رقم 19. 19 الاهلي، 13 اسكندريه البترول. وقت مستقطع الثاني للمدير الفني لاسكندريه البترول كابتن حسين عبادي، وهو كابتن ميد واقف مع اللعيبه الاربعه، وتعليمات من عبد الله عبد السلام لمحمد عصران ولعبد الله ابراهيم ولاحمد عزب الشرباجي واللي الرابع اللي هو رقم 13 عبد الله ومحمد عصران واحمد عزب وزياد اسامه رقم 19. بيحكم هذا اللقاء كابتن نجلاء طلعت، حكم تاني كابتن هاني فكري، وهو بيتكلم اهو امام حضراتكم مع كابتن صالح ميدو، والارسال مع محمد عبد المحسن رقم 16 والاهلي 19 اسكندريه البترول 13. استقبال كده من اسكندريه البترول، اعداد، وطبعا هم بيعدوا بجر اهو الاهلي. عبد الله يا ولد يا عبد الله بيلعب كوره كده لرقم 13 عبد الله ابراهيم، وبيجيب ومحاوله منه، وادي عبد الله بقى بيعد مره ثانيه، ولكن جت سريعه وعبد الله ابراهيم لعبها بسرعه كده وعداها الملعب الثاني عشان ما تضيعش منه نقطه. وادي تاتش بلوك من محمد عصران، يا ولد يا عصران، عصران ده عمل انجازات في الشوط الاول والثاني وجاب نقط كتيره، والنتيجه 20 الاهلي 13 اهو طالع وضارب خلفي، والنقطه 20 20 جت في رجل المدير الفني لنادي اسكندريه البترول كده ولعبها برجليه. وادي اعداد اسكندريه البترول، وفي تغطيه على حائط الصد من زياد اسامه، مره ثانيه طالع النادي الاهلي وحائط صد، واعداد مره اخرى اهو، وايه عبد المحسن محمد عبد المحسن كده نزل على الارض عشان يلحق الكوره، ولكن نقطه لنادي اسكندريه البترول اهو. ادي شوطه هو حاول يجيبها محمد عادل ولا محمد عبد المحسن، هنشوف هنقول لحضراتكم دلوقتي. تعالى 14 15 14 اسكندريه البترول 20 النادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، عبد الله بيلعب كده واحده حلوه من وحداته البليسنج اللي بيلعبها في الماتشات الدوليه عشان الشباب يتعلم. 21 الاهلي، الفتى الاسمر على الارسال، عبد الله عبد السلام اهو، بص لعبها ازاي بذراعه الايسر على طول، دي دايما لعيبه المعدين دايما بتلعبها، وبيفكرنا برضو بيها بلاعب المنتخب اشرف ابو الحسن. نقطة لنادي الأهلي. أهي طالع وأدي ضرب. وفي تقريبا شبكة على النادي الأهلي. وفي تغيير، نفس التغييرين بتوع نادي سبورتنج البترول. نفس التغييرين. مبتسم دايما المدير الفني لنادي اسكندرية البترول كابتن حسين عبادي. والإرسال مع النادي اسكندريه البترول، والنتيجه 16 اسكندريه البترول 21 النادي الاهلي. ضربه ساحقه يا ولد يا محمد يا عصران، ولكن ضارب خلفي طلع وضرب اهو، ضرب، بص ضرب من اعلى الحافه العليا للشبكه، وكابتن نجلاء حسبتها نقطه للنادي اسكندريه البترول، وضارب خلفي هي شاورة طبعا الاشاره بتاعتها اللي هي اللي امام حضراتكم. 22 النادي الاهلي، وادي ضربه ساحقه من عبد الله ابراهيم رقم 13. ابتدينا نقول اسماء الشباب بقى الاربعه اللي موجودين في ارض الملعب ولا الخمسه، ومعاهم الليبرو ابراهيم رسلان، وادي نقطه للنادي الاهلي والنقطه 23. على الارسال احمد عزب الشرباجي، احمد عزب ارسال من اعلى، واستقبال قوي من اسكندريه للبترول، واعداد، ويعدي الملعب بجر،
استقبال مره ثانيه الاهلي، عبد الله بيعيد خلفي لزياد اسامه يا ولد، بيفكرنا طبعا باحمد صلاح، بيعد له خلفي وبيلعب، والنقطه 24 للنادي الاهلي، 24 الاهلي، 16 اسكندريه للبترول. والارسال محمد عزب الشرباجي. خارج الملعب يا احمد، ونقطه لنادي اسكندريه للبترول. الشوط الثالث، مباراه الكره الطايره، 24 الاهلي 16 اسكندريه للبترول. الشوط الثالث هي 17، انا قلت لكم 16 ودي النقطه دي يبقى 17. 24 17 ودي محاوله من عبد الله عبد السلام، وضربه ساحقه من احمد عزب الشرباجي رقم 2، وبيجيب النقطه 24 اهو امام حضراتكم، اهو النقطه 25. خارج الملعب، لا جوه الملعب، جوه الملعب. 24 17 والنقطه 24، والارسال مع النادي الاهلي، عبد الله ابراهيم، ونقطه 25، وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء 25 17 للنادي الاهلي، نفس نتيجه الشوط الاول، ويفوز النادي الاهلي للكره الطايره على نادي اسكندريه للبترول 25 17. والاشواط الشوط 3-0، الاشواط الشوط الاول 25 16 25 17، الشوط الثالث 25 17، ويتاهل النادي الاهلي والترسانه وبتروجيت الى الدور الادوار النهائيه، انها تتعمل قرعه ان شاء الله، ويتم تقسيم الفرق اللي هم 12 فريق، هيبقى 6 فرق، 6 و6 مجموعتين، ويتعمل ماتشات ما بين الفرق اللي هي الادوار، هتبقى رايح بس ما بين هيلعب فرق المجموعه الثانيه، يعني الاهلي هيلعب فرق الزمالك، والزمالك لاعب فرق الاهلي. ومع تحياتي والف مبروك للنادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، والتاهل للادوار النهائيه، ونحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحياتي كان محدثكم دكتور مروان صالح من قناه النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.